القرآن
القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك
مقتدر الرحمن. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا وضعها لنا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والسماء رفعها ووضع الميزان ألا الحمد.
الريحان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال
ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ربكما